افتكرت بعد ما اتفرجت على التمثيليه ان اللي قاعدين بس الستات كانت في رجاله كتير حتى موجودين يعني في العمليه. طب هو الحقيقه يمكن ابونا مرقس كان لما طلب مني الموضوع كان طلب موضوع الكذب، فانا جيت لقيت التمثيليه كانت تمثيليه رائعه جدا وانا بهني الممثلين الابطال يعني زي ما بيكونوا فعلا بيكذبوا كويس وبيعملوا شغل تمام يعني محجوبه تمام وانا بس مش عارفهم لكن هم كده يعني ادوا الدور ببراعه. هو موضوع الكذب الحقيقه يا جماعه انا اول مره اتكلم فيه، يعني كنا دايما نتكلم عن الكذب بين من الاطفال لكن كذب الكبار دوت بصراحه انا ما اتكلمتش فيه كتير قبل كده. ولما هنا قال لي اتكلم فيه قعدت بقى قعدت ادور على ايه حكايه الكذب دي عند الستات والرجاله، فانا هتكلم في حوالي 5 نقط. وانا بشكر ربنا ان التمثيليه غطت تقريبا، فانتوا تخيلوا التمثيليه وانتوا بتسمعوا الكلمه بتاعتها. يعني ايه كلمه كذب؟ كلمه كذب يعني ايه؟ حد يعرف؟ بالظبط كده، يعني في حقيقه والحقيقه ديت انا ما بقولهاش بخفيها، ده الكذب. وبعدين احنا عشان خاطر نحل الكذب دوت فسميناه تسميات جميله يعني. قلنا الكذب الابيض، الكذب الاسود، مش عارف بقى في انواع تاني ولا لا. لكن كل واحد بيلونه بالطريقه اللي هو بيحس فيها براحه. بيحس فيها براحه. وساعات واحده تكذب ما تكونش قصدها تكذب. تتخيل حكايه كده وتروح قايلها مش قصدها يعني الكذب لكن قصدها ايه؟ زي شفت انا في امريكا البنات اللي تعرفين يعني في امريكا العلاقات العاطفيه عندهم يعني مفتوحه يعني. فالبنت اللي ملهاش ولاد ليهم رغبه ليها فتكذب ان ليها اولاد يعني هي ما عندهاش اصحاب لكن يعني عشان تبين قدام اصحابها ان ليها اصحاب وكده. وانا بشتغل يعني في مركز بحوث وعملنا برضه دراسات في كده لقينا في برضه بعض البنات المراهقات عشان يحكوا حكايات قدام زمايلهم في المدرسه فهم ايه برضه يقولوا حكايات ما تكونش اساسا ايه موجوده، نفس الكلام بالنسبه للولاد يعني. وساعات كلنا بنكذب بس ما نقصدش برضه. يعني لو ممكن يبدوا لي كوبايه ميه لو حصل يعني وحطوها هنا وانا شربت نصها وانا اقول الكوبايه دي فاضيه ولا مليانه؟ واحد ممكن يقول دي نصها فاضي وهو صادق. واحد يقول نصها مليان وهو سادس يعني اجابه بس اجابتين لحاجه واحده بس دي مش مقصود بيها الكذب. لكن خلونا نتكلم بقى من الجانب الروحي شويه لان اخر حاجه اتقالت في السكتش هنا النهارده ان الراجل ومراته جسد واحد. الراجل ومراته جسد واحد لم يعرفوا بعض اثنين. فتعالوا نتخيل ان احنا جسد واحد وبنكذب على الجسد الواحد. يعني واحد كده لوحده كده اهو زي ما انا قاعد كده وبتكلم وبكذب على نفسي. ينفع؟ ينفع يعني الواحد في بقى بيحصل الواحد ساعات يكذب على نفسه ويصدق الكذبه ويعيش فيها. ويعيش ويحكيها كانها بقى خلاص ويبتدي يكبرها ويديها كده موضوعات مختلفه لغايه ما الكذبه تبقى كذبه ايه؟ كذبه كبيره قوي قوي. وانا احكي لكم نماذج شويه. لكن عاوز اقول يعني عشان ننتبه ان اذا الواحد فكر في انه يكذب هو عنده كلنا عندنا ضمائر ضمير بس في ضمير نايم وضمير غايب وضمير تايه وضمير مليان سقوط خروج. في حاجات بسيطة احنا ساعات بنعمل فيها ايه؟ تقول فوت دي مش مشكلة ايه يعني ايه الفانة يعني ايه مش عارف ايه يعني ايه يعني تبص تلاقي الضمير ابتدى يتملي ايه؟ يتملي ثقوب والثقوب دي بتكبر حسب ايه؟ الحاجه اللي موجوده. المشكله في كل الكلام ده كله ومتسكتش عالج الحته دي انا مش بتكلم فيها كتير انا فعلا يعني اتقال الكلام اللي ممكن يتقال لكن انا النهارده زي ما بيقول الكتاب المقدس عندي ولاد
وبقول من اجلهم اقدس انا ذاتي، من اجلهم اقدس انا ايه ذاتي. طيب خلونا نتخيل بقى، انا ماشي في القداسه عشان قدر الاولاد دول، ابص الاقي الولاد بيبصوا على الام، بيبصوا على الاب، يلاقوا الاثنين دول ايه ناس، مش عايز اقول اللفظ يعني عشان الكنيسه مش متربيين، اتنين بيكذبوا على بعض. ها؟ لو الولد كذب والام كذبت والبنت كذبت، هقول لها انا ايه؟ انت مش متربيه، مش كده؟ احنا بنقول كده على طول من غير كلام. طبعا الولد في سره، يعني هو بيقول عشان ما يغلطش في ابوه وامه، نفس الكلمه، طالما انت بتكذبي انت مش ايه؟ مش متربيه، يعني دي كلمه. وكلمه تربيه هنا هي كلمه مقصوده، مش معناها تهذيب واصلاح. كلمة تربية كيف أعد نفسي لإيه؟ للموقف اللي أنا بعيش فيه. أنا النهاردة مسؤول عن تربية الأولاد، يبقى كيف أعد نفسي لتربية الإيه؟ الأولاد. أنا النهاردة مسؤول عن زوجي، كيف أعد نفسي لأكون زوجة صالحة؟ أنا مسؤول عن مراتي، كيف أعد نفسي لأكون زوج صالح؟ كل الكلام ده كله إحنا يمكن ما بناخدش بالنا منه، ولا بنعد نفسنا ليه، ولا عمالين ماشية سواء بسمع جيران ربنا يكتبوا شرهم. انا ساعتها كنت بتفرج على السكتش، لقيت كان اثنين شياطين، مع احترامي طبعا للشخصيات، انا بس بقول اثنين شياطين شغالين في مخ اختي اللي كانت واقفه، وشغالين يعني دي كتر خيرها انها ايه؟ انها يعني صامته قدامهم يعني. فاحنا قدامنا بتجينا حاجات كتير جدا تخلينا نقع في الغلط، ونقول معلش انا بقى اروح اعترف، وابقى الموقف يعدي. الجزء دوت طبعا مهم جدا ان احنا نعرف ان كل ما اغلط في الكذب بالذات انا بعمل ثقب في ضميري ما بدريش بيه، وهيوسع الثقب في المستقبل. والثقب اللي في ضميرك ده والثقب اللي في ضميرك مع بعض اعملوا ثقب كبير جدا في جدار العائله. هيوسع الثقب كتير جدا في جدار ده. الواحد يطلب برضه التنبيه حاجه زي كده، ربنا بيبعت يعني. الكذب ساعات يكون بالكلام. واحدة تانية واحد يقول لها حاجة تقول له شايفين كده؟ شايفين ورا؟ ها؟ إشارة. يقول أنا ما اتكلمتش. ما أنا ما قلتش حاجة. أما دي إيه؟ ها؟ ولا كده؟ ولا فوت؟ يعني في كل الإيدين دي كلها شغالة كده. يعني بس بقى كلامي ده، أنا الحواس بتاعتي يعني فيها تدريب. نزل كلام. وعشان التسجيل اللي بيحصل الايام دي واللقطات التلفزيون بتاع ده بالكاميرا، فالواحد يعمل اي حاجه كده من بنش من بعيد يعني، اي حاجه ما يتاخدش عليه. طب الاشاره برضه يعتبر ايه؟ يعتبر كذب، بالسكوت كذب ايضا ساعات. المهم عاوز نوصل من الكلام اللي بقوله هو بالنسبه لتعريف الكذب، ان الكذب حيله الضعيف، ضعيف الشخصيه. اوعى تفتكروا ان الكذب دوت يعني بتاع انسان. وواحد من طبعا من الكبار في امريكا ابراهام لينكولن قال تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت. تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. هتتكشف هتتكشف. واحنا طبعا عايشين دلوقتي كذب 30 سنه، ها؟ وربنا ما بيسيبش حد، يعني بيجي في الاخر كده بيكشف بيكشف. يعني ما تشوفوش ربنا ساكت في هذه الامور ابدا يعني. طب ليه بنكذب؟ خلينا نتكلم بالواقع شويه. المبررات موجوده يعني جاهزه. جاهزه كلها يعني الروشته بتاعت المبررات موجوده. اقول لكم بسرعه. واحد بيكذب يقول لك زي ما تشوف تبقى بيضه، يقول لك بدل ما نعمل مشاكل بين الراجل ومراته احنا نغطي على العمليه، ونقول اي كلام، ونقول انه قال كلام كويس والكلام من ده، وتمشي العمليه، او ازاله خلافات بين الناس وبعضهم، يبقى في كذبه كده يعني زي جمله اعتراضيه. او قال خبر غير صحيح بهدف برضو ان انا ما اعملش يعني علاقات سيئه بين طرفين. ودي بالكم ودي نيه كويسه، لكن الكذبه كده، وهنشوف بعد كده بتحصل ازاي.
وساعات الكذبه تبقى مقصوده، يعني انا بعمل قاعد اطبخ كده زي ايه، مش عارف بس اغلط في حد من المهن يعني، زي بعض المحامين اللي ما بيكونش يعني فيهم عندهم ثقوب في الضمير، يقول طب نقول كذا ها، وزي فيلم بتاع هاني رمزي بتاع الكلع ده ولا بتاع ها؟ يعني يبان، انا عارف ان طبعا المحامين كلهم يعني ناس محترمه جدا، بس انا بتكلم على بعض الثغرات اللي بندور عليها، وبعضهم بيقول حاجات ممكن ايه يعني تاثر، بحيث ان هو لك بس عشان نخلص من العمليه دي، وبعدين نبقى نشوف لها حل بعد كده من حته الكذبه اللي احنا كتبناها. طبعا الكذبه بتؤدي الى ايه؟ الكذب يعني ايه؟ غش، والغش خداع. ها؟ وطبعا اول يعني اشكال الخداع والكذب بانت من الايه؟ بين الحوار الجميل اللي بينه وبين حواء والحي، يعني بانت قوي يعني اللي عاوز يتعلم كده يبص يتفرج على الحيه ومبرراتها اللي قالتها لحواء. الكذب يبدا في البيت، الولاد بتشوف هذا الكلام توقعوا، لو استمر هذا الكلام في البيت الكاذب ده ما تزعلوش لو طلع واد من ولادكم نصاب او حرامي، وده بجد مش ضروري حرامي يعني يروح يفتح بنوك ويسرقها، لكن في حاجات كتير جدا ممكن يحتال عليها، او انسان يكون غير بقى مرغوب فيه في المجتمع لانه انسان كاذب. انتوا عارفين حكايه وحى لما هي حاول لا العيال بتلعب عنده تحت البيت، فعاوز يمشيهم من تحت البيت ساعه، بقول لهم الراجل الفلاني دوت عامل اكل حلو جدا يا اولاد بيوزع مش عارف ايه، راحوا العيال كلها ايه جريوا عشان يمشوا، عاوز يمشيهم. سال اخر عيل قال له بتجري ايه؟ قال له في واحد راجل بيقولوا بيعمل مش عارف ايه، فقال لك احسن يكون بجد، وخد بعضه وراه اخر وايه وجري وراهم، يعني هو قعد قال الكذبه وفي الاخر صدقها. يعني احنا بيحصل مننا كتير جدا، وبلاش ايه يعني ان احنا نتكبر في فعلا، ساعات واحد يقول الكذبه من كتر ما بيقولها يعيشها، وبالتالي بعد كده ايه ممكن يصدقها. فيعني هتبقى مشكله لو الواحد فعلا يعني بقت عادة عنده، وفي الآخر بيسموه إنسان محتال. محتال، ومحتال جاية من يأمن النفس، جاية في الحالة الدفاعية، حاجة في جزء في علم النفس اسمه الحالة الدفاعية، يعني أنا ببرر مواقفي ببعض الحيل، يعني تيجي تدي واحد إيدي رشوة يقول لك دي إيدي مش عارف إيه يعني هدايا مقبوله ومقبوله وكده، ها تيجي تاني دي الرشوه بقت في جاي، تيجي تسرق في التجاره يقول لك يا عم ما تخليك بس خليك بلاش تغمقها قوي يعني التجاره شطاره، ها الواد بيغش يقول لك الاساتذه والمدرسين ما ربنا يسامحهم بقى، والام تقول له ربنا يسامحهم يعني، لكن الواد ما الواد ما ذاكرش، لكن ما نقولش الواد ما ذاكرش، لا نقول له المدرسين ماشيين يعني. المقررات وحشه، كل شيء ليه ايه؟ ليه تبرير، فده برضه نوع من الكذب، نوع من الكذب ونوع من الخداع، ممكن طبعا يأثر على حياة الشخصية اللي احنا بنبنيها في البيت. الكذب يعني أنا بقول كلمة، أنا بحاول يعني أوصفلكم كلمة الكذب، بنقول كلمة مش في مكانها. والكتاب المقدس بيقول، افتكروا الآية دي كويسة جدا، تفاحة من ذهب. خلي بالكم. خلي بالكم الكلمة العبارة حلوة وكلنا حافظينها، بس اتأملوها، في مصوغ من فضة كلمة تقال في وقتها أو في موقعها، يعني تقول الكلمة في وقتها في موقعها كأنك جبت تفاحة من ذهب ها وقدمتها في صينية فضة، يعني كلمة ما. لكن احنا بنتكلم كلام على بطال، يعني أنا جيت في فترة بعد من السنة اللي فاتت لغاية النهاردة زهقت من كتر الكلام اللي بيتقال في الحوارات التلفزيونيه، كلام مكلمه وكل هنا خبراء، نحن خبراء الشرق الاوسط والعالم العربي والغربي في حل المشاكل، واحنا مش عارفين نحل المشاكل، لكن الكلام كلام بنتكلم سواء مع او ضد او صح او غلط مش مشكله، المهم دينا بنتكلم وخلاص كلام في الهواء، وطبعا الكلام ده كله ملوش اي وزن، ودينا بنشوف النتائج ايه، يعني بقت صعبه في حياتنا
من كتر الكلام اللي هو ما بيكونش في موقعه. ساعات الراجل يعني يكذب على مراته علشان مكانته الاجتماعية تبقى محفوظة. يعني تقول له مش عارف ايه رأيك في شفت الموضوع كذا، يتكسف يقول لها ما اعرفش، يقول لها اه فعلا، ويروح حكي حكاية ما حصلتش. في البيت مغلوب على امره شوية، عاوز يوريها له في الشغل زي ما قالوا اسد، ها؟ فيقول لها انا مسكت النهارده مدير بهدلت، قال لي بس، وهو تلاقيه كان ولا فاتح بقه كده، ها؟ وجاي بس يعني بيتخيل ما كان يريد ان يقوله ويقوله لامراه. بيقول لك ويقعد يحكي لها الحكايه 100 مره، ويقول لها نفسه عشان ما يغلطش مره ثانيه، ويقول لها غلط بعد كده تاني، ها؟ ففي بتطلع حاجات، او يكون ماشي جاي وقابله حد وزغده وضربه بتاع، يقول لك بس زغدني رحت ماسكه ومش عارف ايه بقى، عشان يوري قدام مراته ان هو يعني ايه راجل يعني اسد. انا بستخدم كلمات في سكتش يعني مش محضر كلمه اسد يعني. ومكانته محفوظه وراجل مش مهزوز وكده. الستات بقى ساعات تكذب علشان تستدر عطف الشخص الاخر يعني. يعني تعيط له وتكذب له كذبه ومش عارف حصل كذا وانا مش عارف عملت ايه، طب ايه بس، وهي كذبه العمليه كذبه بكذبه المقصود منها وراها ايه؟ مش كل الستات طبعا بنتكلم على ايه؟ على اللي بيكذبوا. وانا ما افتكرش ان حد بي ان شاء الله يكون بيكذب يعني. طيب ايه المبررات بقى اللي بتخلي الواحد يكذب؟ قلنا من اجل تسيير الحياه الزوجيه عشان تمشي. يعني خلاص هو قاعد بيدق في كل كلمة، كل حاجة ماشية يعني. سيدي هو دريان بروحه، ده بيجي يحط راسه دماغه على يعني ما نقول له الكلمتين دول وخلاص. حتى واحنا بنتكلم ايه الولاد عاملين ايه؟ وكل الولاد مثلا عاملين عمايل، تقول له لا هم كويسين، يعني ولادنا في زيهم. فالعيال تقول لك ده من الحاجات البسيطة اللي بتعدي، ما فيش مشكلة إن احنا نكررها مرة تانية. دليل انك بتكذبي او انت بتكذب ان البيت وانت صغير عمل فيك كده، انت نتاج تربيه خاطئه، منتج لتربيه خاطئه، لقيت الاهل في البيت بيعملوا كذا عملت هذا الكلام وانت بتحاول تكرره في البيت. وربنا بقى بعت لنا في الايام الاخيره الموبايلات، ودي بقى منفذ حديث للكذب. تقول لك ما اتصلش بيا ليه؟ لا ازاي؟ انا كذا مره بقول لي خارج الكلمة. بطلب لي فوق طاقه، ولا مش عارف بيقولوا ايه. ها؟ وبكون مثلا انت قاعد ومش عاوز تتكلم معاها، تقول لها معلش خلاص الشاحن قرب يخلص قدامك، يعني لو اضع مني وانا بكلمك ما تتضايقيش يعني، تي اضع. يبقى الدوري فيعني ابتدينا حتى على البريء الموبايل ايه؟ يعني نخترع يعني بعض الحاجات ال ولا حاطين في الموبايل حاجه اسمها ميتنج، ممكن على البتاع يعمل لها على انه اجتماع وهو يكون مش هنا خالص يعني، او يكون على الكوبري مثلا، وبعدين هو سامع كل حاجه وعارف ان هيقف فوق دماغه يعني او هي حد منهم يعني، ولا مش سامع بس انا على الكوبري والخط بيقطع خط، طب اقفلي دلوقتي اقفلي دلوقتي لغايه بس ما اوضب الكلام اللي هيقوله بعدين لما اروح يعني. كلمات كتير والكذب بيبقى ايه الشيطان يعني بجد. الموبايل ده بقى على فكره كلمات كذب تاني بتتقال في البيت زي السكتش كده برضه اللي عملتوه. يعني تلاقي مراته مثلا، وخلي بالكم الستات بقى ما تزعلش من الكلام يعني. ساعات احنا عندنا في البيت يعني انتوا حلوين هنا كلكم يعني زي الفل يعني. لكن في البيت ممكن يتغير الشكل يعني. يعني الواحد ممكن يكون مروح مع مراته من الكنيسه واخر جمال ماشيين يعني وهي لابسه حلو وكل حاجه. يا دوبك نص ساعه بخش البيت يلاقي واحده ثانيه في البيت. وسيد يعني. ما اعرفش انتوا ادرى بقى مش هخش عشان ابونا معايا ولا على فكره ماما بتموت فيك. هو طبعا قصده انه يقرب المسافات، لكن دي طبعا ايه؟ هي عارفه ان مفتي عاوزها
ولو راح عند والدتها وهو مش عاوز يروح غالبا يعني، فقول لها انا على فكره باب الشغل انا نفسي اشوف حماتي برضه بالحاجات اللي هي ايه التعبيرات اللي هي فيها مجامله، بس مش مجامله دي ده نفاق وايه وكده. واحنا بتقول له انت ما كنا لما كنا قاعدين مع ناس وقعدت عينك مركزه على فلان على طول، بقول لها فلان مين انت اجمل ما خلقه ربنا، ده انت لما بقى عندك 80 سنه ولا اكتر هتبقى اجمل واحده برضه. طبعا طبعا ستات فنانين بيفهموا ده كل ده كلام ايه، والرجاله ساعات بتنتزعوا منهم بيعملوا حاجات تانية في الزاوية. طيب سمات يعني صفات الشخص الكذاب ايه؟ أول حاجة الإحساس بالنقص. خلي بالك بقى عشان إيه؟ خش بقى في الكلام اللي هو يعني وصفه للإيه؟ للنقص، الإحساس بالنقص. لو أنت حاسس بالنقص في نفسك، الأخت اللي كانت بتمثل ما أقدرش أكذب على جوزي ده، حاسة بالتكامل بين الراجل وبين المرأة. خلي بالك من التمثيلية الجميلة جدا حقيقة. حصلت حاسة بالتكامل بين الراجل وبين مرأة. طب أكذب، طب ما أقول له إن إحنا هنعمل جمعية. يعني ايه المشكله يعني؟ ليه ابتدي يعني الف وادور في هذا الكلام؟ مش هتحصل، يبقى ربنا مش رايق، ده الانسان اللي هو بقى ايه؟ يعني بيحترم وبيقدس الحياه الزوجيه. مش بنتكلم انا مش بوعظ، انا بس بقولكم صحيح. يعني ليه طيب انا زي ما قلت لكم في بدايه الكلام انا ومراتي حاجه واحده، طب انا يعني انا جسد وهي جسد واحد وهي جسد واحد، ويعني الكنيسه سلمتنا بعد الاتنين ان احنا شخص واحد. طب في واحد بيكذب على نفسه ما تجيش، يعني مرفوضه، مرفوضه ذهنيا يعني مرفوضة. ليه طيب؟ ودي الانسانه اللي هي ايه؟ او انت الانسان اللي انت عايش معاه. الاحساس بالنقص هو اللي بيخلي الواحد يحاول يكمل النقص بالكذب. فالكذاب راجل او ست عندها احساس بالنقص. نمره اثنين انه مش قادر او مش قادره انها تبرر بصدق ما تفعل. بره بصدق ما تفعل، عشان كده بتحاول نلف وندور زي ما قلنا الحياه الاتباعيه اللي بتبرر بيها اللي بتعمله. طب اذا كان ده خطا، طب ما انا مع جوزي اقدر اتكلم في هذا الخطا اللي موجود. طبعا مش بتكلم عن الاخطاء الكبيره، لكن الاخطاء العاديه في الحياه دي وارده، كلنا لازم نغلط عشان نتعلم من بعض ومش عيب، بس هي العمليه بقى فيها نوع من الاشكاليه. أنا ممكن أتكلم مع مراتي بس جايز تكون مراتي دي عصبية ما تقبلش هذا الكلام. ممكن أتكلم مع جوزي بس جوزي هيكون عصبي ما بيعرفش يتحاول ولا يتفاهم. فهنا بتحصل بقى المشكلة. يعني هنا بتحصل المشكلة، لكن أنا لما أقول التكامل معناه إن إحنا بقى نفتح الأبواب ونفتح النوافذ عشان نتكلم مع بعض بنوع من الحوار وبنوع من إن إحنا نكمل بعض. إحنا مش زعلانين من بعض، إحنا زعلانين من الموقف اللي حصل أو بنفكر في موقف حصل. ده مش محتاج نلف وندور. محتاج ان احنا نواجه الموقف مع بعضنا عشان ده موقف، لكن ده لا يأثر على حبي ليه ولا حبه ليا. لكن اللي بيحصل ان الاشكاليات اللي بتحصل بين الشخصيات اللي موجوده الراجل ومراته، واحد عصبي، واحد بيتنرفز، واحد لسانه طويل، واحد بيضرب مش عارف ايه، الكلام اللي موجود في البيوت ده فبيخلي الطرف الثاني يتجنبه وبيساعده على انه ايه؟ يكذب. احنا بنقول تكامل معناه الاثنين يكونوا صفات مرغوب فيها. وزي ما قلت لحضراتكم ان ساعات الواحد بيكذب عشان ياكد ايه؟ مكانته وذاته، برضه احساس بالنقص. احساس لان بياكد ذاته على ايه؟ على غلط، مش على صواب. الجميل بقى هو مش جميل يعني غريب في هذا الكلام، ان الواحد يكون كذاب وخداع وغشاش ويجي واحد بس يقول انتوا عارفيني طبعا انا بحب اقول الكلمه يعني صح واقول اللي مش عارف ايه ايه في وش يعني انا اللي ليا مصلحه ويتمسك ويتكلم وهو ايه شيخ الكذابين شيخ الكذابين كذا. فالفكره ان ساعات واحد بيدعي صفات مش موجوده فيه. يجب ان ينتبه كل واحد ان هناك حد ادنى من الذكاء لدى وانتهى بقى تقول كلمه البسيط الباقيين كده الباصصات يبصوا لبعض كده بعينيهم على انه كذاب. يعني ما تفتكرش ان انت يعني وعلى فكره في مصر هنا
في دراسه معموله في احد المراكز البحثيه ان الشخصيه المصريه من ضمن يعني صفاتها انها شخصيه فهلويه. عارفين فهلوي يعني؟ طبعا عارفين، ما احنا كلنا عارفين الايه؟ قارئ الفهلوه ده اللي موجود. فهلويه يعني ايه؟ يعني احنا ايه؟ يعني ما تكونش عارف حاجه خالص وتقول لي وتدعي او تزعم انك انت تعرف. زي مثلا لما واحد يكون تعبان جنبه وجعه مثلا. وواحد جه قال له انا جنبي وجعني مش عارف. طب انا مش دكتور، مش طبيب. اقول له روح للدكتور. لكن عيب. الفهلوه ما تسمحليش بكده. لازم اديله ايه؟ اعمل له رشاد اي حاجه، او ما اديله دواء خدته قبل كده ولا كنت متضايق منه حماتي مثلا خدته عاوزه تقول ولا اي حاجه ولا اي حاجه، والاخر ما لقيتش حاجه خالص هيمشي كده وانا ما اعرفش عيب. اقول له حط رغيف سكر كده على جنبك كده، لكن المهم اكتب له رشاد وخلاص. لكن في واحد يقول انا ما اعرفش، ودي حاجه يعني انا كنت يعني الحاجات دي احنا صعب علينا، واحنا اكتر واحد اكتر ناس بنحب ندي نصايح. واحد يقول لك انا مراتي مش عارف ايه، تدي له نصايح، ابني ايه نصايح، مش عارف يا ابني الحاجه اللي ما تعرفهاش ما تقولهاش، ما تتكلمهاش، لكن ما ينفعش. عدم الشجاعه الذي يكذب جبان. جبان لانه ما كانش جبان، ما كانش كذب، كان عارف شجاعه. انا بقولهم على الصفات، انا بقولها ربنا معلش علشان كل واحد يعرف ان صفة ما هي فعلا مرفوض ايه؟ وكنت عامل نفسك راجل في البيت مش معقول يبقى راجل جبان. كنت عامل ست هاني سيدة البيت المنزل الأولى ما تبقيش جبان. الفكرة نقول قلنا مشكلتنا إن إحنا نحط الموقف وإحنا الاتنين بنعالج الموقف. مفيش حد بيعالج إيه؟ بيأثر على التاني. في برضه بعض الطرفين، احد الطرفين يتهكم على الاخر يعني يهزقه يسخر منه الكلام ده كله، فيضطر يقول له حاجه ايه تخليه يعني شكله افضل من الموجود. كتاب مقدس بيقول لنا لذلك اطرحوا منكم الكذب. لذلك اطرحوا منكم ايه؟ الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبي لاننا بعضنا اعضاء بعض. وزي ما قلت لكم انا مثلت لكم احنا كجسم واحد اعضاء مختلفه، احنا مش اعضاء مختلفه، كل صباع من الراس كل حاجه مختلفه، لكن موجودين في جسم واحد. هل احنا بنتخانق كلهم مع بعض؟ الاعضاء دي احنا مختلفين، اعضاء كل واحد بيعمل حاجه، لكن مع ذلك احنا متكاملين. هذا الاختلاف للتكامل وليس للاختلاف. وكده عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا نطرح الكذب. اول حاجه هنا تطرحوا عنكم ايه؟ الكذب. من الناحيه الروحيه ايضا الكذب عكس ايه؟ انتوا نمتوا؟ عكس الايه؟ الصدق او الحق. واحنا بنؤمن بمين؟ مش هجيب لكم بقى اجابتكم في الاخر يعني. بنؤمن بالمسيح ان هو الحق، مش كده؟ المسيح هو ايه؟ مش الكذب. يبقى اللي بيقول مسيح وكذب يبقى لا يؤمن بايه؟ بالمسيح الحق. العمليه دي خلي بالك جانب ايه؟ ايماني، عشان اورطكم بالمره قبل ما ايه؟ قبل ما نمشي. لكن الاثنين الشياطين اللي كانوا واقفين اللي كانوا بيمثلوا دور الشياطين مع الاخت اللي كانت بتمثل الموجودين، اول ما يلاقي الواحد يكذب يلاقوا ايه؟ يروحوا واقفين الاثنين او الثلاثه او الجيش الشياطين يبتدي يتكلم مع الاخ اللي هيبتدي يكذب. بيرحب بيه لانك هيرضك من الحق. هيوديك فين؟ الكذب. ما تعرفش نتيجه الموضوع هيوصل ايه؟ وصدقوني في بيوت خربت من كتر ايه؟ من مواقف بيوت خربت. يعني احنا في المجلس اللي فيه لجنه للاسره، وفي اللجنه دي بنلاقي حاجات هايفه جدا جدا بدات بهيافه بكلام بسيط وكبرت وتوسعت الى ان وصلت الى ايه؟ انفصال او محاوله الانفصال. فيعني بلاش نخفف من ايه؟ من موضوع الكذب. وازاي هتكون كذاب وتقول لابنك خليك امين؟ ده
بعض الستات دول اولادها لما رايحين الامتحان الصحيه روح يا ابني ربنا يغفر لك ولاد الحلال اللي هم مين؟ اللي هم هيكونوا مساعدين وعريس دول ولاد الحلال. المراقب اللي هيقف يخلي بابه عشان يخليه يحافظ على قيمه الامانه يبقى مش ابن حلال. شوفوا لما نكون احنا بنقول كده لاولادنا كده وايه الاخبار ايه؟ المراقبين كويسين كده يساعدوكوا ويدوكوا الكلام مش عارف ايه؟ عندنا في الكتاب المقدس حاول بس تسيبني فيه رفقة هم مين؟ هم مين؟ هم يعقوب عشان براه وجابك دي مش كذبة على فكرة هم يعقوب حب تعمل كذبة أسلوب كده عشان يعقوب ياخد إيه؟ ياخد البركة بدال عيسو بدال عيسو وخد البركة مش كده؟ والموضوع خلاص كده هي حققت بغض النظر بقى كلكم عارفين القصة ايه مشوار يعقوب؟ عاش هاربا وخائفا من أخيه عيسو ربنا يصلحك قعد يكتب خاله لابان وبعدين زوجه بدال رحيل كتب عليه واداله ايه؟ اداله ايه؟ مش كده؟ غير اجرته 10 ايه؟ مرات. خدعوه ايضا ولاده لما قالوا له ان يوسف ايه؟ خدوا اداله السجن. شفتوا مشواره كان شكله ايه؟ يعني مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه لخص حياته يعقوب قال ايه؟ بعد ما مشي كل ما ان يعقوب طبعا من زرع ربنا في الاخر كده قال ان سني حياتي سنين حياته قليله ورضيه. انا كنت قريت الاول قلت لو كان صادق هتقول قليله وايه؟ ورديه. هي طلعت قليله وايه؟ ورضيه. ورضيه ليه؟ يعني بدات بالكسب وعاش حياته كلها معاناه. يعني شوفوا لما واحد يعيش حياته كلها معاناة ايه؟ نتيجة هذا ايه؟ هذا الحزن. ما تفتكروش يعني اللي بيستمر في حاجة أو يعني بيسرق حاجة أو بياخد حاجة مش حقه إنها ايه؟ هتبقى فيها يعني أي نوع من البركة. إيزابيل استحدثت طريقة انتهاء للحصول على كرم نبوت جزرعيل. وبرت له تهمة ودبرت دي تهمة رضيعة. ونادوا في الشارع قالوا انه جذب على الله. دي كلها حيله عملتها ايزابل وجابوا شهود زور لاثبات ذلك وتم رجم نابوت الايه؟ الاسرائيلي. وورث اخاب حقل نابوت وبعد كده وصلته الحياه بعد كده الى ايه؟ الى المشكله. لكن عين الله فكر ان عين الله ساهره. انا نفسي بصراحه انا مش شمتان ولا بتاع سياسي. لكن انا الحقيقه عاوزكم تشوفوا صوره حسني مبارك قبل يوم 11 ودلوقتي وكل واحد بقى يفتكر صراحه يعني انا واحد من الناس عشت الفتره دي وقلت لو كان ربنا فعلا بيحبه كان خده. يعني انا ما اشوفش واحد يعني انا ما اعرفش حصل ايه لكن انا يعني الموقف نفسه موقف صعب على انسان لو كان الكلام ده صح اللي بيتقال عليه 30 سنه ولو نايم رئيس جمهوريه نايم يعني اللي كان بيشيل يعني يتحرك بس في الشارع مش البلد كلها تقف مفيش مرور بيتحرك يعني ده ما يعني كان الموقف ده موجود سيبكم من اللي بيحصل ده كله لكن ده ما يخليناش نبص في نفسنا نتامل ماذا لو كنت مكان هذا الرجل باي وضع من الاوضاع واحد يكون من واخد يعني شهره كبيره ومركز وكله لا قادر يشوف شاف ولاده قدامه في السجن ومراته مش فيه المنظر يخلينا على الاقل سيبكم من كل السياسه لكن دعونا نتامل في انفسنا خلونا نتامل الموقف اللي بتحصل دي ان العمليه مش مستاهله ابدا انك ترضع ربنا انك ترضع لانك انت ما ترضعش انسان انت بترضع وتكذب على ربنا لان زي ما بيقول سيدنا قداسه البابا ربنا يديله الصحه وطول العمر ان ربنا موجود هو شايفك هو شايفك انت بتعمل حاجه غير ربنا انت لما تكون الكذبه دي يعني هتخليك تاخد اي مراكز تتاكد ان ملقاش بركه
وليه اردت فعل بعد كده، وتاكد ان الصدق هيلاقيك لان ربنا هيقف معاك لانك انت اردت ان تكون ايه؟ صادق. وكل ما تبني طوبة ثقة بينك وبين مراتك، بينك وبين ولادك، وكل ما تطلع اجيال. وخلي بالك لو انت لو ولد لقط منك انك انت كذاب او انت كذابة وطلع بهذا الاسلوب، الكتاب المقدس بيقول ويل لمن تاتي بواسطة العثرات. ويل لمن تاتي ويل ده شوف بقى شكله ايه؟ وهيقول لك كل واحد فينا سواء زوج يبقى امين على زوجته او زوجه امين على زوجها او على الاولاد، هيقول لك اعطي حساب وكالتك. انت واخد وكاله، انت هتدي حساب، هتدي حساب، لابد انك تعطي حساب عن هذا ايه؟ عن هذا الكلام. فبقيت قصه ايزابل، قال الرب هكذا قال الرب إليه، قال له المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دم أيضا. وكان هذا هو مصير، وكان هذا هو مصير زوجة إيزابل أيضا زي ما بنشوفه في الكتاب المقدس. الكذب بيؤدي إلى العنف. يعني أنا أكذب، واحدة كذبت على جوزها، هيحصل شجار، هيحصل الباص، هيحصل مد ايد، هيحصل انتصار، هيحصل حاجات يعني، فبيؤدي للعنف. العنف يعني نتيجته سريعه، وان كان الكذب بياخد مراحل دوت من كتر غلب الانسان وربنا عاوز يجلبه اكتر هياخد مراحل، لان كل مرحله وانت نايم بالليل كده لو واحده كانت بتكذب على جوزها وجاله تليفون وبص لها كده من غير ما يكونش الموضوع بتاعها خالص، هتقول ايه؟ حد بيقول له على الموضوع ده؟ حد مش عارف، بيحكي لي عندها توتر وعندها قلق، مفيش راحه نفسيه لهذا الكلام. طب ليه ان احنا نوصل بهذه الامور؟ طبعا في قصص كتير في الكتاب المقدس عشان بس، لكن الوقت هنهي بحاجتين: النتائج والعلاج. نتائج الكذب من الاخر يعني كده فقدان الثقه بين الطرفين. كل واحد كده بيكون عارف ان التاني مش ايه؟ مش ثاني. فبنتعامل اتنين كذابين بيتعاملوا مع بعض في البيت. مفيش ثقة. في تشكيك. في تشكيك، في شك. في يعني قدرة على ان اللي اكتشف انه ده كذاب التاني هيحتقره ويعني هيزدري بيه وهيبقى فرصة قدامه للتوبيخ. الأخ الكذاب أو الأخت الكذابة سهل عليها جدا الاعتذار. معلش اخر كلمه معلش على فكره دي مش موجوده غير عندنا في مصر يعني شغاله يعني طول النهار. لا معلش 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 ده كلها ايه؟ يعني حاجات فوتها يعني. وبعدين الحته اللي انا خايف منها الابناء. انا كراجل بتاع تربيه يعني الحقيقه بلاقي الابناء عندهمش ايه؟ قدوه قدامهم، مفيش المثل. اول مثل هو الاب والام ولا شريك لهم، هما الاثنين دول اساسيين، الاب والام في البيت. واحنا طبعا كتير بعتنها ما تقولش ان انا موجود في البيت والكلام ده كله، ها؟ النفاق، الكلام على مخاليق ربنا، النميمه، وجلسه النميمه جلسه صراحه يعني كلها كذب وكلها يعني قاعدين نكفر في مواضيع، وتقول له الناس بلاش النميمه، يقول لك طب القعده من غير نميمه هنعمل بيها ايه؟ يعني ما نقدرش نقعد من غير ما ننم على بعض، نروح نتكلم على ايه؟ ويا ريت نلاقي كده الموضوع نتكلم فيه عشان يبقى القعده ايه؟ تضوي. كمان بقى الاخطر ان في بتتحط في العقل الباطن للطفل او الطفله ان الاثنين اللي بيتجوزوا دول مش حلوين مع بعض، فيفقد من صغره يفقد الثقه في الايه؟ في الجنس الاخر من صغره، بس ما بتبانش غير ايه؟ في الوقت المناسب. تلاقي حتى لما يجي يخطب بقى مفيش حاجه حاسه ده لسه البنت خطيبها، يبتدي عنده عدم الثقه وفاقد الثقه فيه في البنت. يلاقي بقى يبتدي تخش فيه بقى بعض الامراض الاجتماعيه والامراض النفسيه، صعب انك انت ايه؟ يعني تروح منه لانها موجوده فين؟ موجوده من زمان في عقله ايه؟ في عقله الباطن. يعني رحمه بالايه؟ العلاج هو كل نقطه من العلاج اللي عاوزها تبقى يعني موضوع التفاهم. انا ازعم ان لغه التفاهم بين زوج وزوجه قصيره. قصيره جدا. مفيش قاعدين نتكلم في مكان مع بعض وبنتكلم والتاني مستني اي طرف من الطرفين. التفاهم هنا صعب
صعب جدا ويجب ان احنا نفكر فيه. الحب ده لما الافه المحبه الجميله، المحبه لا تظن السوء، مش تكذب، لا تظن، مش تكذب فيها ايه، ان حتى الظن الايه، الظن السيء. فلما يحصل كده اعرفوا ان في هنا حاجه بتهددكم، ان المحبه غير موجوده يعني، ودوروا بسرعه لحسن بعدين حبه حبه ما بقاش محبه، حبه حبه ما بقاش ايه محبه. الثقه ابتدت ايه، الثقه ابتدت، الثقه ابتدت تضعف، وكل ما الثقه ضعفت فكل الموضوع ما ايه، التواصل، الكلام الليل. انا بصراحه متاكد ان سبب الكذب احنا اب الزوج والزوج، لان احنا مش قادرين نعدل شخصياتنا. يعني واحده زعلانه من جوزها، بدل ما تروح تقول له فين يا عم الايام بتاعتك الله يرحمها بقى، انت شفت لك شوفه، ما انت اصل بلاش نعجبك زي زمان والكلام ده. في سفر الرؤيا ايه جميله هقولها لكم كده، احفظوها الستات احفظها، وعلاقه مضمون. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، هو نفس الكلام السكتش بقى، عندي عليك انك تركت ايه؟ محبتك الاولى. دي لو واحد كده كده برئها راح قال لجوزها عندي عليك انك، انا صعبان عليا منك انك انت يعني محبتك بتاعتك كده القديمه بردت شويه، يقول له انا معقوله؟ ويقوم يبص على راسها. المهم هيبص تلاقيها ايه؟ لانه كلمه رهيب، كلمه لطيفه، لكن يبدو ان احنا ابتدينا يعني ناخد الفولكلور المصري ونستخدمه في حياتنا، في زي ما شفنا في السكتش العظيم اللي احنا شفناه دوت. انا كنت فاكر نفسي ان احنا قاعدين في حي شعبي جدا، وفعلا ده الكلام اللي بيتقال في هذا المجال. الاعتاب الهادي مهم، وانا شايف برضه في ناس كده رجاله كبيره شويه، لكن الستات ما بتكبرش، مش كده يا ابونا؟ على فكره حكايه الستات دي ما بتكبرش دي، انا يعني حاولها، انا قلتها في الكنيسه يمكن مره ولا مش عارف يعني، قعدت ادرس يعني، يعني سرها ايه؟ ان الست ما تحب، ما تحاول، ما بتحبش انها كبرت يعني. واحنا برضه رجاله ما بنحبش نخلي الستات تكبر يعني. فاكرين امنا ساره لما جات لها البشرى فضحكت، فقالوا لها مش حاجه ليه؟ دي موجوده في الكتاب المقدس يعني. قالت لهم كيف يكون هذا؟ وقد شاق زوجي. يعني وهي كان يعني كانت بنت 90 سنه بس يعني، وهو كان 99، لكن فات بعد كده فاقت انها يعني برضه كبرت، لكن الاول قد شاق زوجي، يعني هي جابت الراجل. والستات يعني فعلا بتبقى ليها حاجات طريفه يعني. يعني برضه من ضمن الحاجات المداعبات اللطيفه، واحد لقى حياته ومراته ابتدى يبقى فيها ملل يعني. فحب يستعيد حياته الزوجيه، حياته الزوجيه مره ثانيه يعني، قال لها بصي احنا ابتدينا نحس بقى، خلينا نواجه الموقف بصراحه، ابتدينا نحس بملل مع بعضينا يعني كده، تعالي نستعيد الايام. قلت نعمل ايه؟ قال لها انا قابلتك اول مره فين؟ قالت له انت بتدي عند كوبري قصر النيل. قال لها طب خلاص نتقابل عند كوبري قصر النيل ونقعد مع بعضينا كده شويه، يعني نحاول بقى ايه نرجع الايام. كنت لابسه ايه؟ قالت له كنت لابسه كذا، وانت كنت لابس ايه؟ وراحوا ايه؟ قال لها هستناك الساعه 6 وانت تجيلي. الساعه 6 راح وقف مستنيك، 7 8 9 10 ما جاتش يعني. فرجع البيت قال لها مش متفقين نعمل، قالت له ما انا لابسه اهو. قال لها ما جيتيش ليه؟ قالت له امي ما رضيتش. هي يعني حبت مره يعني تحس الجيل برضه زي ما حصل اول مره بالظبط يعني. انا بقول كده لان الحقيقه يعني كانت في نقطه انا عاوز اتكلم فيها، ان ساعات نلجا الى، ودي اخر حاجه هقولها، ساعات نلجا الى الكذب لان بيخش طرف ثالث معانا. وخلي بالك يعني الطرف الثالث، يعني انا لما بقيت يعني حما وكده وبتاع، قررت مع اولادي ان شاء الله تضربوا بعض،
تعمل له طب انا ماليش ما تدخلوناش معاكم في مشاكل، ما تدخلوناش معاكم في مشاكل. ليه؟ بمنتهى البساطه المشاكل موجوده في كل البيوت، وهي دي كلها مشاكل يعني حب، يعني مشاكل هنا اختلافات وبتاع وكده. بمنتهى البساطه ان انا في لحظه صغيره جدا اصطلح مع مراتي، ضحكت ضحكه، فكرت فكره، اي حاجه ابص الاقي في لحظه خلاص مفيش حد. لكن انا لو دخل طرف ثالث مضطر ان انا عشان اصطلح يكون الطرف الثالث كمان موجود، طب على ايه؟ ما انا داخل مش عارف بين ايه وايه، ما فيش داعي، وخليك بره. انا بقول الكلام ده لجيلي انا، بقول حتى في تربيه الولاد يعني الاحفاد، انا كده خلاص يبقى انا ربيت والاولاد من حقهم ايه؟ يربوا اولادهم بالاسلوب اللي هم عارفينه. لا تدخل مش كل اولادنا منعا ان احنا ايه نبتدي نعمل مشاكل ونعمل حاجات ممكن تخلينا نتحايل وطبعا الصراع بقى بعد كده زي ما قلت لكم في البدايه، ده انا امي بتحبك قوي وهي تكون مش عارف الكلام ده كله نتيجه ايه؟ نتيجه سيطره، لا نتيجه طرف ثاني. فيعني انا بختم كلامي بان يا ريت يعني لا يوجد طرف ثالث موجود معاكم، هو الطرف الثالث بنقول عليه هو ابونا كاب اعتراف بداعي او بتاعك، هو ده اللي ممكن بس ايه يعني بتقال له بين الغرض وجه هذا الكلام. وانا اتذكر ان انا ومراتي مش لوحدينا، احنا لما خرجنا من الكنيسه يوم الاكليل كنا واخدين معانا ايه؟ الروح القدس معانا، يعني احنا ربنا معانا. الكلام كله مجرى ربنا من والى من والى افضل من راجل مراته ومن ست لجوزها اللي احنا كنا بنعمل ابني عمره 6 شهور امتى علمه اساسيات دينه كاحترام بيت الله؟ السلوكيات سريعه في البيت، ارض الاجاده في سن كام؟ هو بالنسبه للاطفال في تربيتهم ده مش موضوع موضوعنا، لكن بالنسبه لي في لحظه واحده لو سمحتوا، من ساعه ما الام بتستلم ابنها من الكنيسه بعد العمام، لو كان ولد بعد 40 يوم او 80 يوم وبتكلف كيشفين انها سلمت الولد او البنت من الكنيسه، اصبح بدايه التربيه بتاعت الولد في الكنيسه. وخلي بالكم ان مفيش حاجه بتضيع، يعني لما باجي الولد العيل من سن صغر الكنيسه، يعني الاطفال ليهم يعني احاسيس ممكن تاثر عليهم. وعاوز اقول حكايه صغيره بالنسبه لكده، مش السن يعني بالظبط، لكن في واحد كان حب يرتد يعني يسيب الدين المسيحي وتعبوا معايا، ودي قصه افتكر ابونا صليب من تريح حد قالها فاكر، لكن بيقولوا تعبوا معاه خالص ما عرفوش يجيبوه وخلاص رايح يعني يغير وماشي جنب الكنيسه فشم ريحه البخور. خد بالكوا قعدوا يناقشوا معاه وكله مش فايده وراحوا زاروه كهنه وبتاع مش فايده. لما شم ريحه البخور افتكر لما كان طفل صغير امه بتاخده معاه، وكان ابونا وهو ماشي بيبخر في الكنيسه الولد، يعني الحته دي كانت لحظات سعاده عنده، فكل التجمع صار كلها جت فيه، وفي لحظه دخل يبكي في الكنيسه يا ابني ايه الحكايه؟ قال لهم ريحه البخور اللي اتربيت عليه. انا برد على السؤال بتاع الوقت اللي قالت امتى؟ من ساعه ما تسالني ما بقاش ابنك، بقى ابن الله ابن الكنيسة. بعد ما كان ابنك يقول لك استلمتي من الكنيسة ابنك، ويا ريت تقروا التعاقد بتاع توفي الإشبين كإشبين في العميل. السؤال الثاني بيقول هل السكوت وعدم الرد سواء من الزوج أو الزوجة، لأن الرد سيسبب مشكلة، هل هذا كذب؟ حسب الموقف بقى، يعني هتسكت وانت كذاب؟ هو ايه المانع لما الواحد يكون مثلا اضطر وكشف يعترف قدام الطرف الثاني انه اضطر يعمل يعني كده عشان كده، يعني قول له انا عملت كذا عشان كنت فاكر كذا كذا كذا. طبعا انا شايف ان السكوت ممكن يكون ليه مميزاته لو كان الموقف يسمح،
والكلام دي مميزاته، يعني السكوت وقت والكلام وقت، لكن مش في اي وقت يكون فيه ايه كده. اخر سؤال يقول انا بكذب في الماديات لان زوجي لا يعمل لمستقبل. دي بقى مشهوره كانت الماديات، وهو شفناها في السكتش، يعني دي يعني حاولي تخنصري من كهرباء مش عارف من ايه من ايه من ايه. وواحد عاوز يعني لو طلع واحده بتضطر تساعد امها مثلا الارمله، طب ما هو لو خايفه تساعدها قدام جوزها يجي في لحظه ايه يعير، فبتضطر تعمل. لكن لو في بقى محبه وفي ان احنا حاسين ان الاسرتين بقى اسره واحده وحاسين ان احنا لازم دي مسؤوليه، المحبه ايه لا تقبح، المحبه لا تقبح. لكن هي إيه مشكلتنا فينا، ويا ريت يعني طالما حضراتكم بتجيبوا الكنيسه واجتماعات، نشكر ربنا ان في هذا الاجتماع العظيم الموجود في هذه الكنيسه المباركه موجود، يا ريت نتغير. لو اتغيرنا يبقى بنعمل حاجه صح، لكن ايه الفايده؟ ايه الفايده بجد يعني؟ ان احنا نيجي ونرجع وكل واحد قاعد زي ما هو، يا ريت ولو نتغير حاجه بسيطه، التغيير بيبدا. وعلى فكره السنه دي سيدنا نفتح قلب بص عمل المسابقه بتاعت الفراج لجميع فئات العمر حتى وصل للمسنين السنه دي عن التغيير، يقول من غير تغيير يعني انت خرجت من هنا، هل عندك استعداد ولو بتغير 5%؟ تغير من يعني خلاص انا عملت كذا هعتذر لفلان، او انا عملت كذا انا هعمل كذا، او هنتفق على كذا، تغير خطوه، لان مش مجرد تيجي تسمع بتبلى قدامك كلام، لكن عقلك وارادتك مفيش حاجه فيه، العمليه مش ناقصه مكلمه. انتوا يعني خليكم يا جماعه يعني ما نعرفش بكره في ايه، انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي. فاهرب لخلاصك. اهرب لخلاصك واهرب لنفسك. انا جالس اسال بعد ما خلصت. دي عريضه. ما رايك في زوج كاذب في واحده ما نولها؟ لا دي حاجه. تقول ما رايك في زوج كاذب من اول الزواج منذ 23 سنة. خلي بالك يا ابونا ولا ثلاث اولاد واشتكيته للاب اعتراف مرارا وتكرارا، وكانت نصيحته دايما ايه؟ ان امثل 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 انه يصدقه في كل شيء باستمرار الحياه علشان خاطر الولاد. ولكن هذه النصيحه ضرتني اكثر لانه خرب البيت وضيع كل ما املك، وليس لدينا شيء الا وعايشين في شقه قانون ايجار جديد، وعايش معانا مش عارف مين، ولكن اصرف على نفسه فقط، واخيرا هو عايش معهم كمان، واخيرا تعرف على واحده يا ريت الوقت ده مشكلتها مشكله انا مش عارف اجاوب عليها، لكن عندي سؤال لابونا وهي تروح تقابل ابونا عشان انا مش عارف احل المشكله دي. 23 سنه وثابته كذاب وانت متمسكه انك كده، وجايه النهارده في المحاضره تقولي لي كذاب، ما اعرفش اعمل ايه. انا ما اعرفش بعد 23 سنه ايه. ربنا يبارك لكم جميعا ويحافظ عليكم، واشكركم على معكم الى اللقاء. Thank you.